احتفاء بالذكرى الخمسين لتولي صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مقاليد الحكم في الإمارة. شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة احتفالا في مدينة خرفكان بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا، وذلك بحضور الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سالم بن محمد القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين. خمسون عاما في حب سلطان، تحت هذا الشعار احتفلت عروس الساحل الشرقي خرفكان بذكرى تولي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مقاليد الحكم في الإمارة، وذلك بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة وعدد من الشيوخ ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية في الشارقة. الحفل الذي نظمته دائرة شؤون الضواحي والقرى بدأ بعزف النشيد الوطني، بعدها ألقى سعادة خميس بن سالم السويدي رئيس الدائرة كلمة بهذه المناسبة العزيزة: نلتقي هنا على حب سلطان، وحكاية أبهرت الزمان والمكان والإنسان، سلطان الذي عمر فأذهل، وحكم فعدل، وأعطى فأجزل، وهو الذي اجتمعت كل القلوب على حبه، فنال المحبة من الصغير قبل الكبير، وحظي بالولاء والتقدير، هو من أرسل الكتب والمكتبة لكل بيت، وكان من شدة حرصه على أبنائه لا يبيت، فأنشأ المساكن واهتم بالساكن، واعتنى بالأسرة، ورعى الإبداع في الفكرة. وتابع الحاضرون أوبريت بعنوان في حب سلطان، تضمن الفنون الشعبية والفقرات الغنائية والشعرية التي شملت مختلف الإنجازات المتحققة في ظل قيادة صاحب السمو حاكم الشارقة، ثم قدم عدد من الفنانين الإماراتيين وصلات غنائية متنوعة في حب الوطن والتلاحم الاجتماعي. مهني ونبارك صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على 50 عام من العدل ومن النجاح. صاحب السمو بدأ الإنسان وكان دائما توجه بناء الإنسان هو قبل بناء البنيان. نشكر صاحب السمو على كل ما قدمه لبناء الإنسان. فعاليتنا اليوم انطلقت من مدينة خرفكان، نشكر كل من لبى هذه الدعوة الجميلة. أعتقد اليوم القلوب متوحدة على حب الوالد الشيخ الدكتور سلطان بن القاسمي، والاحتفالية اللي تم في خرفكان اليوم هي يعني تعبير عن الحب الذي نوليه كلنا جميعا أفراد المجتمع رجال ونساء مواطنين وغير مواطنين لهذا الوالد القائد اللي حقيقة الأمر وضع الإنسان هي بناء الإنسان يعني هدف رئيسي عنده، فسخر كافة الإمكانيات المادية والمعنوية والتشريعات في بناء الإنسان. ولم تخلو ساحة مدرج خرفكان الخارجية من الأقسام والأركان المصاحبة التي ضمت أجنحة للعديد من المؤسسات التي قدمت للجمهور مجموعة من العروض والورش. تشرفت اليوم بالتواجد في مسرح مدرج خرفكان مناسبة 50 عام على تولي الشيخ سلطان القاسمي عسى الله يحفظه، وهذا أقل شيء نقدمه في حق والدنا الشيخ سلطان عسى الله يحفظه يطول بعمره. إذن هذه المشاركات اللافتة للعديد من المؤسسات الحكومية في الشارقة جاءت لتجسد بعض الجميل عبر الاحتفال بما قدمه لنا سلطان الخير. هذا الحفل ما هو إلا جزء صغير نظير ما قدم لنا على مدار 50 عاما، فهنيئا لنا بمثلك يا سلطان القلوب. لأخبار الدار حمد الكندي خرفكان.